يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الحكم على المشرك أو هل الحكم على الشخص بأنه مشرك هو للعلماء فقط، أم أن للعوام إذا رأوا من يقع في الشرك أن يقولوا عنه إنه كافر مشرك؟ من أظهر الشرك فهو مشرك، من دعا غير الله، ذبح لغير الله، نذر لغير الله، فهذا مشرك عند العوام وعند العلماء. نعم. يقول فضيلة من قال يا علي يا حسين يا، هذا مشرك، كل يعرف أنه مشرك. نعم.